في الحلقة الجاية من طبخة وسالفة. هي الحكمة، هي أساسا تعريفها محبة الحكمة. واحد ابن حلال سماها. لازم هيلو زعفران، ما تقدرين كذي تاخذينها كذي، لازم تطورينها. يعني يا يحبون هذا بالزيت او بالفرن بعد ما يخلصون هذا الطبق. يا سلام، مدار الخبز طبعا من تحته بعدها ومراشته للصنوبر حسب النوع يعني. وهذا الفقع طلعناه وحمرناه شويه. طبخه وسالفه في رمضان في الاوقات التاليه.